لنا الكثير ورحلوا، تركوا إرثا عظيما وتراثا زاخرا وعادات وتقاليد أصيلة تربطنا ببعضنا البعض وترسم لنا مسارا مضيئا إلى دروب الأمان. سراي. الفنان جاسم الصالح. الفنان جاسم عبد الله الصالح من مواليد عام 1936، برزت بيوله الفنية منذ طفولته، وشارك في تمثيليات كانت تعرض ضمن أنشطة فريق التمثيل في المدرسة بإشراف عبد الصمد التركي. قولينها ترى ما عندي شغل. ليش يا حمادي كل كلامك جاسي علي كذي؟ طبيعتي كذي، هو خلقني كذي. بتقولين سمين ولا روح؟ لا 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 لا، بقول ابعد. يلا قول. يسلم عمرك حمادي بنخاف. شبين؟ اكو واحد منشف ريجي بوريدك ينقال ابو صبح، كل يوم طاق وجهه شلاله وياج. شنها؟ بتزوجك وانا ما ابي. تبين اتزوجها بدالك؟ استح على وجهك. اللي ابي منك تصارع وياه وتكسر ضلوعه. صارع وياه؟ ايه؟ بس انا مزارع ماني مصارع. وحاصل لك 50 دينار اذا قربت. 50 دينار؟ ايه؟ زين يا معمر، واذا غلبني؟ دون ذا يبتاع القحش، مو قالبك مساكين، شوي من هالكال لو تنفخ عليه طاح. بس يا معمر مو زين عليك تحسين تفقلك. وعبد الصمد التركي مدرس التربية الإسلامية ووالد الكاتب المسرحي عبد الأمير التركي. وركز الفنان جاسم الصالح على أداء الأدوار الدينية، ومع مطلع شبابه اتجه إلى كرة القدم التي كانت هوايته المفضلة، وانضم إلى صفوف نادي العربي، بالإضافة إلى هواية الحداق التي برسها طوال حياته. عشق الصالح المسرح من خلال متابعة الفنانين ومنهم أحمد الصالح وعبد الرحمن الضويحي، وكانت خطوة جاسم الصالح الفنية الأولى مع فرقة المسرح الشعبي، وأول مسرحية له كازينو أم عنبر كان ذلك عام 1966. عرضت المسرحية على خشبة مسرح كيفان. من هنا توالت مشاركات جاسم الصالح في سلسلة بلا المسرحيات بأكثر من 20 عمل مع فرقة المسرح الشعبي، ومنها روزنامة عرضت عام 1970 على خشبة مسرح كيفان. كما شارك في ثور عيدة التي عرضت عام 1972. ورطة خريج عرضت في عام 1976. ورأس المملوك عرضت في عام 1977. أولاد جحا عرضت عام 1986. ليلى والعملاق عام 1992. لقد عرضت جميع هذه المسرحيات على خشبة مسرح كيفان. أما عن الدراما والتلفزيون فقد شارك الفنان القدير جاسم الصالح في أكثر من 40 عمل من مسلسلات التلفزيون في العصر الذهبي للحركتين الثقافية والفنية في الكويت. وآنذاك كانت الدراما الكويتية في أوجها،
ونتجت منها روائع درامية، منها مسلسل حبابة الذي افتخر به كثيرا، إذ كان عملا دراميا رائعا وعلامة بارزة في تاريخ إنتاج تلفزيون الكويت. هلا يبا هذيل الأصل عطى الصور صار ولا يهمك، هذا الظاهر مخدة يضيعهم علينا ولا شيء. ولا يهمك، استريح حط الصور يبا عطني. اسمع، صور لي الملف، تاخذ الصور تجيب لي الأصل، ومثل ما قلت لك أبيك تنمق العبارات، أبيك تصفف الحكي، أبيك تصنف الكلام، بنستلمهم بالجريدة، فاهمني؟ إيه، وساج وساج بوائل علشان تفيدنا في الانتخابات الجاية. ها يا صبحي صبري طالع، كل واحد صبحي صبري نفس الشيء. واضح؟ علشان تفيدنا وتخدمنا بالانتخابات الجاية. يلا من رخصتك بوائل عزيز وغالي، بس قبل لا أمشي أحب أقول لك كلمتين. حاضر. شلون صاحبك؟ يعجبك يعني؟ تصفف الحكي حقه يعني، نعتمد على الله وعليه؟ اعتمد على الله. أيه شوف يوبا، خليه يتصرف ودهان سيري علي يعني. أفا إيه؟ لا اقصد عفوا عاد بوائل، مو دهان سيري يعني، مكافاته إيه؟ جائزته عندي. قول له، يقول لك عمك ابو خالد إيه؟ ترى لك مكافاه عنده. زين ما علينا يا ولدي، عساك بس رحت تسامحت منهم. اي نعم يبا. زين سويت يبا، لا تدخن، ترى التدخين يضر بصحتك يا ولدي. اللي عمره بالست ما يموت بالخمس. بس يا يبا، ما الله امرنا نقطع انفسنا بالتهلكة؟ ايش تبينا نسوي؟ ايش تبينا نسوي يا سالم، بدام قاعد بروحي بهالبيت لا حنيت ولا ونيس، ايش تبينا نسوي يعني؟ وانا شو اللي طالع بيدي ما سويته يا يبا؟ تزوج، تزوج يا ولدي وزوجتك وعيالك، وهم اللي بيسلوني بهالبيت. أيوة الزواج مو بالسهولة هذه. إلا بهالسهولة ونص، لكن أنت اللي معقدها الله يهداك. يبا الزواج الحين غير الزواج بوقتكم، الله يطول لي عمرك. شفي وقتنا تعيب عليه، شفي وقتنا قول لي. من ثم توالت مشاركاته في مسلسلات من بينها الصقرين، رحلة العجائب، الشاطر حسن بدور المارد، الحب يأتي متأخراً، طش رش، مرآة الزمان، حكم الزمن، عودة السندباد، على الدنيا السلام، والعديد من المسلسلات من الزمن الجميل. الأدوار التي يميل إليها هي أدوار العنف، أو بالأحرى أدوار الشر، كما يحب دور الأب العطوف الحنون. ستجد هنا فيه تناقض كبير بين اللونين. في جميع الأعمال كانت عملية اختيار الدور هي من مهمة المخرج، بالنسبة له لم يكن يرفض دوراً. سلام حكي با. لا لا تفعل يا با، يرفع بس بعد والدة. هذا شوي شوي، تعال تعال يما، تعال استريح، تعال يبا خلينا نتغدى يبا، تعال تعال خلنا ناكل، تعال تعال يا عبد القاصف. ها اكل معاه؟ اي لا تخافين يما. كرم جاسم الصالح في مهرجان الإخراف الخامس للإبداع المسرحي عام 2008. توفي الفنان جاسم الصالح في شهر ديسمبر من عام 2009، وهو حقا فنان مبدع، واختار أعماله بإتقان.